يا صباح الخير والهنا والسعاده على حضراتكم جميعا، وحلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي كالعاده بنقدمه انا وكريم لحضراتكم. وكل حلقه ان شاء الله بنكون حريصين ان احنا نقدم اخبار جديده وكواليس جديده. والنهارده هنبدا بموضوع او ملف برضو جديد ومهم جدا. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده ان شاء الله في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين، وحاجه لطيفه جدا ان احنا كل يوم والتاني بينورنا وبيشرفنا شاب مصري او شابه مصريه ابطال عالم في رياضه ما من الرياضات. النهارده ده هيتحقق في الفقره الاولى، هتنورنا سلمى ايمن وهي بطله العالم في الخماسي الحديث. الفقره الثانيه ان شاء الله هيكون معانا فيها الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي، وهنتكلم معاه في حاجات كتير كلها تهم حضراتكم. وانا معنا هوند تماما في ان التفصيله اللي عايزين نبتدي مع حضراتكم بيها فعلا موضوع في منتهى الاهميه والمنطقيه والبديهيه. بص، احنا كنا قاعدين كده بنتكلم مع الاعداد وغيره، وكنا بنشوف لان معظم الفرق الاوروبيه كريم زي ما احنا دلوقتي بنتكلم هي المفروض ان هي بتستعد للموسم الجديد بعد طبعا يعني او لبعض كمان من المباريات الوديه، خلينا نقول كده. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان هم بيتفقوا على معسكرات خارجيه، ده بيحصل كل موسم. منها طبعا تكون او زيها زي ما هنتكلم تحديدا عن جوله بي اس جي باريس سان جيرمان اللي هي موجوده حاليا في اليابان، وارسنال المفروض في امريكا، وهناك المفروض بيتواجدوا عشان يلعبوا مباريات وديه. كلام ما فيهوش اي حاجه جديده، وده بيحصل في كل تقريبا موسم وغيره. اللي احنا بقى بنقوله، احنا كنا بنتكلم طيب ايه المانع وليه احنا ما بنعملش كده؟ يعني ايه المانع ان احنا كمان في مصر نعمل شراكات بهذا الشكل مع الانديه الاوروبيه والانديه المختلفه، وطبعا اتحاد الكره الاوروبيه، وان احنا نستضيف المعسكرات بتاعتهم في مصر؟ يعني انت عندك معظم كمان فترات السنه لو احنا هنتكلم انت عندك جو يعني رائع، مش جو مناسب، جو رائع. فانت ليه ما بنستغلش حاجه ما اشتغلتش انت عليها، ربنا اللي مديها لك ان احنا نستفيد بيها؟ لو انت بتتكلم بقى سياحه رياضيه او غيره، هي تندرج تحت ممكن السياحه الرياضيه طبعا، لكن ده بيحصل في العالم كله. فكره كمان لو انت جيت قيمت مصر، هي دلوقتي مصر في وضعيه تانية، في ليفل تاني خالص. هل احنا بنجامل طالعين نقول اي كلام؟ لا، انت بتتكلم بناء عن واقع حاصل على الارض. مصر استضافت في الفتره اللي فاتت عدد كبير جدا من البطولات الرياضية العالمية، وحازت كمان على يعني إشادات كبيرة جدا عالمية. فليه ده لا يحقق حاليا على الأرض؟ هل في صعوبة في ده؟ هل ممكن حد يطلع يقول لك يا عم أنت عايز تقلد أمريكا، فكرة الجولدن كاب اللي هي بتعمله، ولا أنت فاكر نفسك زي الدول اللي هي مثلا الاستعدادات اللي هي أو المعسكرات اللي بتكون شتوية اللي بتقام كل سنة مفروض في قطر أو في الإمارات؟ شوف الفرق ما بينك، شوف الكاميرات، شوف الاستعدادات، شوف الأرض نفسها عاملة إزاي هناك. كل ده على فكرة تاني كلام مقبول، يعني كلام حقيقي. هو ليه مقبول؟ لأنه واقع. بس هي القصة كلها، هو أنا ممكن أكون زمان كنت في جاب كبير أو بعيد قوي إن أنا أحقق ده، بس ليه ما اشتغلش أنا على نفسي؟ وممكن في يوم من الأيام، ومش ده مش بعيد بالمناسبة، أقدر إن أنا أكون من الدول اللي بتستضيف الوديات المختلفة، سواء وديات شتوية هنا أو وديات صيفية بالمناسبة. يعني إن كان قطر والإمارات بتستضيف الوديات اللي هي الشتوية، فأنا أقدر أستضيف شتوي وصيفي، لأن أنا عندي الاتنين، الجو في التو سيزونز أو في الموسمين دول أكثر من رائع في مصر. يعني كلام موزون ولا ايه؟ بصي، انا واحد من الناس شايف ان من قديم الازل، من زمان قوي، حتى في الفترات اللي كانت السياحه المصريه، وانا هنا بتكلم على السياحه بشكل عام، وهندخل يعني بالتحديد بعد كده نتكلم شويه عن السياحه الرياضيه، لكن السياحه في مصر حتى ايام لما كانت في احسن حالتها، انا شايف ان هي لا تتناسب بالمره كانت ولا زالت بطبيعه الحال مع المقومات اللي موجوده عندنا في مصر. اللي من حضراتكم سافر دول كتير بره مصر، ممكن يبقى عدت عليه دوله ما موجود عندهم مثلا شجره عمرها 250 سنه، بس يعني دي ولا حاجه بالمقارنه ببلد فيها اكتر من ثلثين اثار العالم. لكن هم بيعرفوا ازاي يحافظوا على الحاجه اللي عندهم دي، وازاي يسوقوها، وازاي يبروزوها وينوروها، وبموجبها بتستقبل هذه البلدان يعني سياحه اكتر بكتير قوي من اللي بتستقبلها مصر. احنا عندنا تقريبا كل حاجه، وزي ما هوند بتقول لحضراتكم احنا فعلا على مدار السنه نقدر نعمل الكلام ده. وعايز اضيف كمان على كلامها، يعني كمان حتى المنتخبات او الانديه العربيه هي كمان ممكن نستضيف معسكراتها، بالتالي هنعزز فكره تنشيط السياحه الرياضيه في مختلف الالعاب. اي نعم احنا بنتكلم دلوقتي عن كره القدم، وده منطقي جدا ان كره القدم بطبيعه الحال هي اللي بتحصل على النصيب الاكبر من الاهتمام ومتابعه الناس، لكن ده ما ينفيش ان احنا
عندنا مقومات رياضية لرياضات تانية كمان مختلف الألعاب، ممكن نعمل لها معسكرات وننظم لها بطولات زي ما بيحصل في مصر في الفترة الأخيرة. الرياضة يا حضرات أصبحت مؤخرا صناعة بالمعنى الحرفي للكلمة، وشفنا قبل كده أكتر من مرة أي دولة بيسعدها الحظ وتسعدها الأقدار وبتنظم مثلا حاجة زي كأس العالم، بنشوف بعد كده السياحة بتاخد الدولة دي وبتوصل فيها لفين. فإحنا كمان محتاجين إن إحنا نشتغل على الملف ده، وبنشوف إزاي بشكل عام اتطورت الفعاليات والبطولات الرياضية وبقت أقرب كمان للكرنفالات وللمهرجانات اللي فيها ترفيه وفيها متعة. كل العناصر دي بتجذب المشجع أو تعالوا نسميه السائح الرياضي. كل دي حاجات مهمة وإحنا نقدر نعملها. هي دي النقطة بقى، وبعدين هي بتتم بسيستم معين، ممكن ان انت تشترك او تعمل شراكة مع شركات متخصصة في ده، ممكن تعمل سبونسرشيب مع اكتر من جهة، طبعا جهة الدولة او جهة الحكومية الرسمية بتكون داخلة برضو في الموضوع، الجهات الوزارات كمان المعنية اللي تكون مهتمة بهذا الملف او ليها دور في هذا الملف اكيد بتبقى بتشارك، بلس بقى الشركات الخاصة والشركات اللي هي ممكن تكون بتساهم في فعل حاجة زي كده، ممكن في الاخر ان هي تفيدك. الكلام ده احنا بنقوله، وممكن حد يجي يقولك يا كريم حلو الكلام بس هو مش هيحصل، بس برضو لو انت بصيت لدول، انا هتكلم عن بعض الدول بس مش بعينها ان جنرال، في دول يعني وان كانت أوروبية أو عربية هي كانت من مثلا 30 سنة إيه؟ يعني تعالى قارنها دلوقتي بمصر طبعا. وفي مصر زمان من 30 سنة و 40 سنة هي كانت فين أصلا؟ هي وصلت لإيه؟ فالقصة كلها إن أنا مش هينفع كل شوية أقول، وحتى إن كانت في اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها إمكانياتنا لا تسمح بده، ده ما يديكش الحق إن أنت تقول أنت لا تستحق ده في المستقبل. أنا إمكانياتي كده دلوقتي بس المستقبل ده بتاعي، أنا أقدر بقى أغيره، أنا أقدر أشتغل وأغيره، ده طبيعي، ودول كتيرة عملت ده. فدي كانت فكرة وأعتقد إحنا نستحق ذلك، وزي ما كنا بنتكلم أنا وكريم نقطة مهمة جدا إن أنت هتنقل الماركتينج وهتنقل السياحة عندك لحتة تانية خالص، لأن في ناس تسمع عن مصر وزارت مصر مرة واتنين، لكن فكرة إن أنت يا كريم تحط سبوت لايت على مصر بي أو عن طريق بطولة كده أو وديات بهذا الشكل ويبقى حاجة مستمرة كمان زي ما بتحصل، فأكيد أكيد هتعود بفارق. وعندك كل المقومات المطلوبة وعندك كل أشكال وتفاصيل البنية التحتية الرياضية اللي ممكن من خلالها تحسين استقبال كل المعسكرات اللي ممكن نسوق من خلالها للسياحة في مصر. يعني فعلا لا هو بص عشان الواحد يبقى صادق عشان الواحد يبقى صادق لا ما عندكش قوي الملاعب، لا ما عندكش الملاعب. لا ليه احنا في البرنامج ده لوحده نهوند كام مره طلعنا اتكلمنا عن ان في ناس كتير قوي اشادت بان مصر احسنت تنظيم واستضافه بطوله ما كره يد مره وكلها بطولات عاليه. انا بتكلم على كره القدم تحديدا. لا قصدي اقول لك عموما. انت بتتكلم في العموم، انت عندك بنيه تحتيه زي الفل دلوقتي في الرياضات المختلفه ده حقيقي، لكن لو هنتكلم عن كره القدم تحديدا انت عندك طبعا في طفره حاصله في الاستادات المختلفه، ولكن انت لسه محتاج. يعني لو انا حاجه اتكلم انا عايز اخد النصيب من قطر او عايز اخد النصيب من الامارات، شوف الملاعب في قطر والامارات عامله ازاي. لو انا بتكلم انا عايز اشارك هذه الدول في حاجه زي كده، فاكيد لازم اكون بنفس المستوى. طبعا تاني هناكد احنا عندنا طفره في الاستادات تحديدا حصلت جميله جدا، استاد القاهره، برج العرب، يعني والعديد من الاستادات اللي فعلا في طفره عليها، ولكن لسه احنا محتاجين اكتر. وزي ما كنا بنتكلم انت محتاج بجانب الاستادات انت محتاج حاجات تانية كتيره، مقومات تانية كتيره جدا، منها العنصر البشري احنا اتكلمنا في ده، والكاميرات والفار، يعني انت محتاج كذا حاجه، واهمها هرجع اقول تاني العنصر البشري. فيعني نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في عمل او يكون في يعني تركيز شويه ولو رؤيه على هذا الموضوع، اعتقد انه ممكن يفرق معنا بشكل كبير. من الخبر ده خلينا ننتقل لخبر تاني وخبر مهم بصراحه، وهنروح لخبر اللي هيخص النادي الاهلي هنا لتحديدا، عايز اتكلم فيه على ارساله لخطاب بالامس لسياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه علشان يوافقوا على الحضور الجماهيري بالساعه الكامله في مباراه الاهلي وحرس الحدود ان شاء الله بكره باستاد القاهره، عشان كمان يحضروا مراسم يعني تسليم درع الدوري. والنادي برده من ناحيته اكد في الخطاب على تقديره للجهود الكبيره اللي بذلها رجال الامن والمسؤولين اللي بيحملوها على مدار الموسم في كافة المنافسات المحلية والإفريقية، وقد إيه طبعا برضو الحضور الجماهيري هيفرق بشكل كبير في مباراة بكرة بإذن الله أو غدا، لأن فيها تتويج بالدوري. وأنا هضيف بقى كمان ولازم كلنا نتكلم عن كمان الجماهير اللي هي مقدمة برضو شكل راقي جدا، يعني ما هو إحنا في جزء أمني قايم بدوره وفي جزء ووعي ثقافي برضو من ناحية الجماهير، فالشقين دلوقتي أعتقد أن هم مقدمين اللي عليهم،
فانا اعتقد ان يجوز يعني نتمنى ان شاء الله يكون في موافقه، لان احنا عايزين نفرح، عايزين نفرح الناس وعايزين نفرح اللعيبه. وجود الجماهير يا كريم بحضور يعني عفوا وجود اللعيبه بحضور الجماهير في هذا التتويج اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا يعني معنويا. حتى الجماهير تستحق انها تحضر اللحظه دي، لان الجماهير فضلت قاعده كتير مستنيه ان الدوري ودرع الدوري يعود من جديد الى مقره الدائم تقريبا الشبه دائم وبيته ومطرحه زي ما بيتقال. وحضراتكم عارفين كويس قوي طول عمر دوري الدرع الدوري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي لا من الحاجات المهمه جدا، مهما كان الاهلي بيحصل على بطولات قاريه وحتى دوليه كلكم، لكن درع الدوري وبالذات لما يكون غايب له سنه ولا سنتين لظروف استثنائيه لا الجمهور من حقهم طبعا ان هم يحضروا ويسعدوا بهذه اللحظه. تعالوا بقى نروح لتقرير نتعرف من خلاله عن اول تدريب للفريق الاول لكره اليد رجال مع الجهاز الفني الجديد وطبعا الاستعداد للموسم الجديد وبطوله العالم للانديه. تابعوا معنا. Well, I'm really excited because last season I missed the most important part of the season, that is the pre-season. هو طبعا متحمس جدا وبالذات ان هو السنه اللي فاتت هو جه في نص الموسم فاهم كان جزء في الموسم ما حضروش اللي هو البري سيزون او الفتره التحضيريه للموسم يعني. And still it's a new thing for me, everything, every day, how to prepare the pre-season, to have the trainings, to know how works the team when we are when we have to start everything, no? So I'm really excited. I really wanted to come back to Egypt and to start to work with the team and to see how it's gonna be my first pre-season here. هو متحمس جدا طبعا لان برضه بالنسبه له هتبقى تجربه جديده ان يبدا الفتره التحضيريه للموسم في مصر، بيبقى في عقبات طبعا كتير فهو لسه بيتعرف على الاجواء هنا، لكن هو متحمس جدا للموضوع يعني. Yeah, well, of course we have to fight for all the titles because it's not good to start from the beginning choosing which title you're gonna fight or not because you never know what is gonna happen and then at the end always the reward is less than what you expect. So in order that this doesn't happen, we will fight for everything. Then we will see where the team, but as happened last season, the team it's will grow during the season will go on, and the team will. It's impossible to be now like we're gonna be in April or in May. So of course we're gonna make a preparation to be in a big form if it's possible to in every tournament. But the team will evolve, and it's gonna be better and better with the time, not at the beginning, of course. هو هنبدا واحده واحده زي ما قالوا، يتمنى ان الفريق يبقى في الفورم اللي لها بيه السيزون في شهر 4 ويوم عن يوم، بس النتائج اللي عملناها السنه اللي فاتت بتبان الفريق هيبقى عنده تطور مع التمرين يوم عن يوم بيظهر شهر بشهر، حتى في نهايه السنه هيبقى ان شاء الله في تطور واداء افضل ان شاء الله يعني. دي اهم فتره في السيزون لان دي الفتره اللي بتخليك واقف على رجلك طول السنه وبتقيك من الاصابات وتحفظ اللعيبه سواء اللعيبه الجديده او حتى اللعيبه اللي لسه المصابين اللي هيخشوا معانا، فطبعا هي فتره تعتبر اللي هي الاهم في السيزون يعني. طبعا الحمد لله احنا ربنا كرمنا ووفقنا كسبنا الدوري وكاس وجمعنا بالبطولتين دول، ودي كان اخر حاجه حصلت كانت سنه 2014 فريق جماعي وكان هو النادي الاهلي برضو، فطبعا ده كان انجاز بالنسبه للجهاز بتاعنا او للنادي الاهلي انجاز كان كويس. كسبنا الحمد لله السوبر الافريقي اللي بيأهل لبطوله العالم للانديه. اوعد الجمهور ان شاء الله ان احنا هنموت نفسنا ونبذل اقصى جهد عندنا لكل حاجه، مش عايز اقول افريقيا او اقول دوري او اقول كاس، لا انا اوعد الجمهور بان احنا ما فيش حاجه ينفع تتعمل او ما تتعملش ان احنا نعملها ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي عشان نبقى احنا راضيين عن نفسنا والنادي راضي عننا وجمهورنا طبعا راضي عننا ان شاء الله. طبعا كان بيتكلم ان احنا لازم نبذل مجهود مضاعف السنه دي عن السنه اللي فاتت، محدش يفتكر ان هو احنا السنه اللي فاتت خاتمين الموسم بشكل كويس كسبانين دوري وكاس وسوبر افريقي، فده معناه ان احنا نريح السنه دي، لا مش هيبقى فيه الكلام دوت. احنا داخلين بادين الموسم ببطولات قويه كاس العالم وبطوله افريقيا، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نبذل مجهود اكبر السنه دي عشان احنا محتاجين ان احنا نحقق حاجات يعني الناس طبعا متوقعه احسن من السنه اللي فاتت. احنا طبعا الفرقه كان فيها شويه قصور في الخط الخلفي، احنا جايبين محمد مجدي من سموحه ونبيل من نادي الشمس، ودول اعتقد هيبقوا اضافه كويسه للفريق السنه دي ان شاء الله، بندعم بيها الخط الخلفي عندنا، زائد رجوع لاشين من الاصابه، فدي برضو اضافه كبيره جدا يعني ان شاء الله لاشين يعني ده هيبقى اضافه كبيره جدا للفرقه في الباك رايت. اكيد طبعا الفرق لما يبقى الكوتش حاضر فتره الاعداد هتبقى الامور اسهل لينا، لان اي مدرب بيجي بفكره، فاحنا كفرقه بنحتاج وقت، الهاندبول هي لعبه كده بتحتاج وقت للتجهيز، فهو جه السيزون اللي فات في شهر 10 جه
انا فاكر كنا خلاصين السوبر جلوب كان يوم ثلاث، نزلنا التمرين معاهم الاربعاء وكان اول ماتش عندنا يوم الخميس مع هليوبلس، فطبعا هتفرق كتير جدا ان هو بادئ معانا قدامنا تقريبا شهر ونص على الدوري. المدربين الاسبان بالذات عندهم فكر الاسباني ده بيحتاج وقت عشان يدخل اللعيبه الجديده ويدخل التيم كله في نفس السيستم، فانا اعتقد ده وقت كافي جدا ان احنا نقدر نحضر ونبدا الموسم مع بعض ان شاء الله. طبعا يعني انت الواحد فخور جدا طبعا من ضمنهم قاموا بس النادي الاهلي، ان شاء الله هيبقى موسم كله تحدي وهيبقى موسم كله طبعا ان شاء الله يعني احنا نحاول ناخد كل البطولات بس نقدر يعني واحد نقدر بس ننافس فيها ان شاء الله. درجات الحرارة اللي هي مفروض بقالها فترة يعني كبيرة جدا في ارتفاع ملحوظ، ولسه كمان لسه هيكون في ارتفاع ازيد من اللي احنا بنشهده حاليا. خلينا نتابع درجات الحرارة والطقس ونرجع نكمل. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. خلونا بقى نروح على أهلي الجزيرة حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي مشكورة هتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهون، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة طبعا بالفريق الأول لكرة القدم وكل الأمور المتعلقة بقطاع الناشئين وأيضا الأجواء من داخل المقر الرئيسي بالجزيرة. طبعا البداية مع الفريق الأول لكرة القدم النهاردة إن شاء الله بدون راحة هيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون فيه تمام الساعة 4 عصرا، والمران يبدأ بعديها بساعة في تمام الساعة 5، ده طبعا استعدادا لمباراة حرس الحدود اللي هتقام غدا إن شاء الله الأربعاء في تمام الساعة 8:30 على ملعب استاد القاهرة في الجولة المؤجلة من الأسبوع 33 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. طبعا خلينا نقول إن الحقيقة يعني بكرة هيكون يوم مميز جدا، هو اليوم أو المباراة اللي هيقام فيها تسليم أو مراسم تسليم درع الدوري 43. والحقيقة ان علشان كده زي ما انتوا قلتوا ونوهتوا طبعا في بدايه الحلقه يا كريم ونهوان، ان اكيد النادي الاهلي ارسل لخطاب لوزير الداخليه اللواء محمود توفيق علشان يعني يوافق على الساعه الكامله لجماهير النادي الاهلي علشان يكونوا بيشهدوا تسليم درع الدوري ال 43. يعني ان شاء الله بنطمح وبنامل ان يكون في موافقه ويكون اكيد منظر مشرف لكل الاهلاويه، واكيد علشان يعني يستمتعوا ويشهدوا تسليم درع الدوري ال 43 او البطوله المفضله بالنسبه طبعا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. خلينا يعني نتكلم شويه عن مران امس ومران اليوم كمان ان شاء الله هيتضمن ايه. يعني يمكن مران الامس كان ابرز ما فيه هو عوده اكيد مروان عطيه مره اخرى للتدريبات الجماعيه عقب طبعا يعني يمكن كان غايب الفترة الماضية عن التدريبات بسبب وفاة والده، يمكن ده كان قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي بساعات يعني قليلة، وعلشان كده يمكن غايب عن مباراة الزمالك ومباراة المقاولين وأيضا غايب عن التدريبات. ولكن الحقيقة أن مران أمس شهد عودته مرة تانية وانتظم مرة أخرى في التدريبات الجماعية. الحقيقة أن مران أمس كان في بعض طبعا التدريبات الاستشفائية والفقرات المتنوعة وأيضا بعض التدريبات في الجيم، واكيد طبعا كان في محاضره لكولر يعني بيشرح فيها كل الامور التكتيكيه والخططيه اللي كانت موجوده في المباراه السابقه وايضا هتكون موجوده في مباراه حرس الحدود. خلينا نقول النهارده ان شاء الله هيسبق طبعا المران محاضره ايضا لمارسيل كولر مع اللعيبه علشان يتكلموا فيها في كل الامور الخاصه بمباراه حرس الحدود وايضا يعني الخطوات المقبله. خلاص لم يتبقى الا مباراتين فقط في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي سواء مع بيراميدز او النادي المصري، وده هيكون يعني يمكن يوم الاحد المقبل وايضا يوم الاربعاء المقبل، وبكده بقى تكون يعني خلصت صفحه الدوري. والحقيقه ان احنا قدرنا ان احنا نحسمها قبل يعني انتهاء الدوري بعده ايام، وان شاء الله يعني نبتدي بقى نركز في خطواتنا المقبله ويبتدي الفريق الاول لكره القدم يركز مع خطواته المقبله عقب انتهاء اخر مباراتين امام سواء امام بيراميدز او سواء امام المصري اللي هتكون نهايتها يوم الاربعاء المقبل. خلينا نقول ان يمكن النادي الاهلي داخل بمعنويات مرتفعه للغايه طبعا هذه المباراه او مباراه الغد تحديدا بعد الحقيقه يعني يمكن عايزين نقول ان هي موسم او تحديدا يعني مسابقه الدوري كان موسم لا هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن لعب اوقات
31 مباراة. الحقيقة ان هو قدر ان هو يكسب فيهم 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات فقط ودون اي خسارة بالنسبة للفريق، وده طبعا يعني اللي احنا شفناه خلال الفترات الماضية، واكيد طبعا كل جماهير النادي الاهلي كانت سعيدة بهذا الامر، والحقيقة ان كانوا بيشكروا شكر كبير جدا سواء في الجهاز الفني او الاداري بقيادة مستر مارسيل كولر، وعلشان كده يمكن المعنويات مرتفعة للغاية، لان الحقيقة يمكن ولا مباراة دون هزيمة الحمد لله، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي دايما. خلينا نقول ان يمكن مازال طبعا النادي الاهلي متصدر جدول الترتيب ب 81 نقطة، وان شاء الله يعني يمكن بكرة هتكون المباراة ال 32 بالنسبة للنادي الاهلي، ويكون برضو يعني الفوز هو حليف النادي الاهلي. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين. يمكن يا كريم ونهواند اتكلمنا خلال الفترات الماضيه وفي الحلقات الماضيه ايضا ان يعني اتكلمنا قد ايه مجهودات قطاع الناشئين سواء في القاهره او مختلف المحافظات، الحقيقه ان هم ما زالوا بيطوفوا جميع المحافظات علشان يعني يشوفوا كل العناصر المميزه اللي ممكن يكون ليها النصيب والحظ ان هي تكون تنضم لقطاع الناشئين خلال الفتره المقبله، وايضا يعني يكون ليهم حظ في الانضمام للفريق الاول لكره القدم خلال السنوات المقبله. وزي ما احنا شفنا اكيد وبنتكلم دايما ان بيبقى فيه دايما عناصر مميزه بتخرج من قطاع الناشئين طبعا في النادي الاهلي سواء هنا او بره حتى بيحترفوا، وكمان بنشوفهم في صفوف الفريق الاول لكره القدم قد ايه بيأدوا اداء طبعا اكيد مميز وكبير جدا خلال المباريات. خلينا نقول بقى ان قطاع الناشئين بعد الحقيقه ما انتهى من الاختبارات سواء في محافظه القاهره، وكمان يعني يمكن كان في اختبارات في محافظتي الشرقيه والسويس خلال الأسابيع الماضية، قرر أنه هو بقى ينتقل لمحطة جديدة ومرحلة جديدة في محافظة الإسكندرية. الحقيقة يعني يمكن استمارات قطاع الناشئين أو اختبارات قطاع الناشئين في الإسكندرية بدأت طرحها امبارح وهتستمر النهاردة وأيضا بكرة على مدار اليوم، والحقيقة أن بقى الاختبارات هتبدأ إن شاء الله يوم الخميس بعد غد، هيكون من مواليد 2007 أو عفوا 2011 حتى 2018، ويوم الجمعة هتكون من 2007 حتى 2010. هتقام طبعا في على ملاعب مدارس بايونيرز الدوليه الموجوده في المنظره، والحقيقه يعني ان احنا اكيد هنشوف في الاسكندريه كمان عناصر مميزه جدا، ويعني يمكن متوقعين اكتر من قطاع الناشئين ان هو يطوف عدد من المحافظات خلال الايام القليله المقبله علشان بقى يعني نطوي صفحه الاختبارات، وبعد كده بقى نبدا في انضمام العناصر اللي تم اختيارها ان شاء الله، وبعد كده ينضموا لقطاع الناشئين وتبدا بقى التدريبات اكيد الرسميه، ومن بعدها اكيد نشوف بقى مين ممكن يكون او يتم تصعيده للفريق الاول لكره القدم خلال الفترات المقبله، خاصه ان بيبقى مستر مارسيل كولر زي ما احنا شفنا طبعا يا كريم ونهواند اكيد وكل جماهير النادي الاهلي تبعت ده، ان هو بيبقى حريص جدا ان هو يحضر المباريات الخاصه بقطاع الناشئين علشان يصعد منها او يستعين طبعا من خلالها بعدد من اللاعبين في هذه المباريات او للتصعيد للفريق الأول لكرة القدم. ده طبعا فيما يخص أخبار فريق الأول لكرة القدم وأيضا قطاع الناشئين. خليني بقى أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة يعني يمكن كنتوا بتتكلموا عن الطقس وقد إيه خلال الفترات دي يمكن في ارتفاع ملحوظ أكيد زي ما احنا شايفين كلنا في درجات الحرارة. النهاردة يمكن درجة الحرارة هتصل ل يعني 40 درجة مئوية، وده اللي مخلي يمكن الإقبال مش شديد زي الأسابيع الماضية داخل مقر رئيسي بالجزيرة، ولكن الحقيقة إن يمكن يشهد بقى خلال الساعات يعني الأخيرة من النهار هذا الإقبال طبعا أكيد مع انخفاض درجات الحرارة. وخليني أقول يعني يمكن كمان إن داخل مبنى الإدارة أكيد يمكن كل الناس في زحام بعض الشيء على تحصيل الاشتراكات، ولكن الحقيقة إن بتتم ب يعني أسلوب منظم جدا في أرقام وفي أكيد يعني أدوار، والحقيقة إن هم بيعملوا على أكمل وجه كل القائمين على تحصيل اشتراكات النادي الأهلي. دي طبعا كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. أنت عارفة يا مريم يعني ما أسهل إن الواحد يستنتج الحر واصل لدرجة إيه من خلالك أنت شخصيا، يا عيني واقفة مفرهدة في الحر. كنا لسه بنتكلم أنا ونهواند بنقول يعني ربنا يعينها، واضح إن يعني الشمس عاملة بس خلي بالك مريم وروزان من عشاق الصيف، فأنا الناس بقى اللي بتعشق الصيف انجوي. انا مبسوطه الحقيقه. وعلى كده احساسك ايه بالصيف يا مريم؟ في الشمس يعني انت في طبعا بعض الاعضاء وراها اللي ماشيين بشمسيه يعني حاجه صعبه جدا طبعا. سعيده يا مريم بالصيف؟
مبسوطه يا مريم بالصيف؟ جدا يا كريم والله، ده من اقرب المواسم لقلبي ومن اقرب الفصول لقلبي الحقيقه. ده زي ما الهواد ده قالت لك انجوي فعلا يا مريم. انجوي انجوي اللي جاي، اللي جاي كمان في ارتفاع ملحوظ هيكون كمان اعلى من يعني اللي احنا بنشهده حاليا. على كل حال مشكورك جدا زميلتنا العزيزه يعني مريم سميح، شكرا ليك على هذه التغطيه الرائعه. والله العظيم انا عايزه تفسير علمي كان زمان الناس اللي بتحب الاجواء اللي هي ما فيهاش اكسجين، تبقى قاعد تعبان جدا، الحر بيخلي طاقتك قليله، بيخلي النفس مش مظبوط، بيخلي المود مش حلو، اكمل فيعني حلو كده، حلو كده، بركه الله في برزق. هقول لك انا الصيف زمان كان حلو وكان مقبول لما كنا بنتكلم في 30 درجه 32 لما كان الجو بيبقى حر جدا، لكن انت بتتكلم يا كريم العادي بقى في الصيف 38 و40، فلا طبعا ده في مشكله كبيره. لا الموضوع يعني معدي بقى، الموضوع معدي الاربعينات. وعلى فكره ناس كتير من امبارح للنهارده على الفيسبوك كاتبين لك، قال لك فاضل لنا درجتين حراره كمان ونتكلم كويتي، ان فعلا الاجواء خليجيه بحته، حراره صعبه الصراحه. ربنا يهون. خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح نشوف بقى الاستعدادات المختلفة. طبعا بنتكلم عن موسم جديد حاليا لكل الأندية، ولو هتكلم تحديدا عن محمد صلاح اللي هو برضو بدأ طبعا الاستعداد للموسم الجديد بالأمس، وكان نشر صورة ليه على حسابه الشخصي على انستغرام تحديدا. تعرفين صورة لنجم يعني زي محمد صلاح أكيد بتعمل لها سيف وشير بالملايين، مش بالألاف يعني. وهي طبعا كانت هو قاعد في زي ما حضراتكم شايفين في التلج عشان الاستشفاء استعدادا للموسم الجديد. المفروض التدريبات او تدريبات الفريق هتكون بالمانيا عشان يستعدوا للموسم. وليفربول خلينا برضو نتكلم، هو هيقعد 10 ايام في المانيا مفروض عشان يخوض خلالهم واجهتين هتكون وديتين يعني امام انديه مختلفه بالمانيا. فبالتوفيق طبعا ليفربول، كلنا بنتمنى للتوفيق في الموسم الجديد عشان محمد صلاح تحديدا، حتى انت كنت مش من عشاق ليفربول بس اكيد عشان محمد صلاح، فبالتوفيق طبعا. تقدري تقعدي في التلج ده؟ كتير ناس على فكره ليتلي بقوا يعملوها، كل الرياضيين بيقولوا لك مفيدين جدا، مفيد طبعا جدا للعضلات والاستشفاء. بس انت متخيله الفكره؟ هي اول انا لما سالت ناس جربتها اول كام ثانيه غير طبيعيه، غير طبيعيه غير محتمله، بس كل ما الوقت بيمر يعني الثانيه بتفرق، بيبتدي جسمك يتاقلم، ودي بقى سبحان الله جسمي بيبقى عامل كده يعني، جسمنا ربنا خلقه بيتاقلم يعني سبحان الله. بس طبعا هي صعبه يعني. روسيا بقى بصي ملوك في الحته دي، هو بوتين اصلا بيعملها على فكره، مش طبيعيين والله، مش طبيعيين، حاجه قاسيه جدا فكره التلج دي. طيب تعالوا بقى نروح من محمد صلاح لمحمود حسن تريزيجيه لاعب ترابزون سبور التركي. طبعا اللي نشر هو كمان صوره ليه مؤخرا، ولكن هذه المره كانت صوره ليه في مكه المكرمه وهو بيؤدي مناسك العمره، وكتب عليها تعليق الحمد لله. طبعا من ناحيه ثانيه انتظم تريزيجيه في تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد، وشارك كمان في مباراه وديه امام احد او احدى الفرق المجريه، وانتهت هذه المباراه بالتعادل 2-2. بالمناسبه تريزيجيه برضو كان تلقى عرض مغري من نادي اتحاد جده وعرض اخر مغري من اهلي جده للانضمام، لكن نقدر نقول ان هو فضل انه يعني يكمل على وضعه الحالي، واستطاع بالفعل ان هو يتالق مع فريقه. وبالمناسبة فريقه هو كمان قرر التراجع عن مجرد فكرة بيعه والاستغناء عنه والإبقاء عليه في الموسم الجديد. وحاجة لطيفة جدا لما يكون يعني ولادنا المصريين اللعيبة المصرية المحترفة مشرفينا وبيقدموا مستويات محترمة جدا وعاملين فارق مع الفرق اللي هم معاها، لا الحاجات دي بتسعدنا كلنا أكيد. صح طبعا. بص بقى بالنسبه لماتش يعني مانشستر سيتي وارسنال، ناس كتيره جدا بتتكلم ان هي طبعا الماتش المنتظر، وهيكون تحديدا يوم 6 اغسطس في كاس الدرع الخيريه. طبعا امبارح تم بقى الاعلان عن نفاذ التذاكر كلها، خلاص كل التذاكر اتباعت يعني. وزي ما احنا عارفين طبعا مانشستر سيتي كان حسم لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي 22-23 بنتكلم، وللموسم ده المفروض الثالث على التوالي يعني. ف يعني اعتقد ماتش مهم وجماهير كبيره، وده بياكد لك لفكره ان التذاكر تخلص من بدري كده طبعاً يعني طبعاً. ماتش منتظر واعتقد هيكون قوي جدا، وناس كتير بالمناسبه منطقه عندنا العربيه ومن مصر بيتابعوه، لان عشاق تحديدا كمان هتكلم عن سيتي كتير في مصر، ده اللي انا مش فاهماه، انا كنتش عارفه على فكره مانشستر سيتي عنده جماهيريه كبيره كده في مصر، بس انا اكتشفت ده الموسم الحالي يعني. الدوري الانجليزي عموما عاجب كتير قوي من المصريين، حابين ومتعلقين بيه ومرتبطين بيه، وطبعا وجود اسماء مصريه فيه اكيد مزود كتير من نسبه المتابعه والاهتمام وحتى الشغف.
يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الفقره دي منورانا فيها شابه مصريه جميله، بطله مصريه واحدى المرشحات بقوه للحصول على ميداليه في اولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث. عايزين نتكلم معاها ونتعرف اكتر عليها، وخصوصا كمان بعد منافستها الاخيره وميدالياتها الاخيره اللي حصلت عليها، عايزين نعرف بقى كواليس كل هذه الامور. طبعا منورانا سلمى ايمن لاعبه منتخب مصر للخماسي الحديث. صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك يا سلمى، منورانا وده مكانك، يعني انت منوره مكانك حقيقي. بصي قبل ما نخش في تفاصيل بنحب دايما نعرف برضو الساده المشاهدين على الابطال اللي بيكونوا معانا، فخلينا نبدا. سلمى مين؟ تدرسي ايه؟ عندك كام سنه؟ بداتي اصلا خماسي الحديث امتى؟ ورحلتك لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. انا سلمى ايمن، بطله مصر الخماسي الحديث. انا عندي 23 سنه. لا بدرس اصغر. ما يبانش خالص، ما يبانش خالص، ما شاء الله. بدرس في كليه لوجيستكس اكاديميه بحريه. اوكي. وانا ابتديت اصلا من الاول سباحه، وابتديت الخماسي وانا عندي 13 سنه. وبدايتك معاه جت ازاي؟ اللي انا كان نزلت كنت بتمرن زعانف مع السباحه، ففي مدرب كان بيمرن خماسي فقال لي خشي جربيها يعني. وقد كان دخلت بقى وجربت وعجبني بقى الحوار، فبدات بقى العب كل لعبه في وقتها، وبدات خلاص بقى ان انا اسافر بره، وبدات بقى خلاص اللي هو 5 ألعاب كاملين بلعبهم بس. والخيل كمان. والخيل كان في ناس بتشتكي من موضوع الخيل واحتمال كانوا يطلعوه من الخماسي الحديث، هل الكلام ده مظبوط؟ هو اوريدي خلاص، هو ابتدت اول بطوله عالم 17 سنه لسه خلصانه الشهر ده. اللعبه الجديده اتلعبت اللي هي الاوبستكل. خلاص يعني هي بدل الخيل. اوكي، يعني دلوقتي الخماسي بقى عباره عن ايه بالظبط برضو نعرف؟ هو لحد دلوقتي لسه في الكبار يعني سباحه وجري ورميه وركوب خيل وسلاح. اوكي، بعد اولمبياد باريس بقى هو هتتشال الخيل ويتلعب مكانها. يعني اخر دوره اولمبيه هتتلعب بالخيل هتبقى باريس. لكن الصغيرين دلوقتي خلاص عندهم اللعبه الخمسه الجديده لعبه. بيلعبوها خلاص يعني. جميل، حلو جدا. طيب البطوله الاخيره انت شاركتي فيها وخدتي ميداليه، ايه بقى الميداليه اللي انت حصلتي عليها؟ اخر بطوله كانت بطوله العالم الخماسي الحديث. لا يعني بطوله العالم لسه في شهر 8 اللي جاي. اخر بطوله كانت فاينل كاس العالم. اوكي، بس دي ربنا وفقنيش فيها عشان كان برضو الفروسيه سببها يعني. هي محجره معاكي شويه الفروسيه؟ الفروسيه. طب احمدي ربنا، هو شالوها لك خالص اهي بالحكايه. الحمد لله. كذا حد كان اشتكى انا فاكره، وحتى كان في ناس عندها مشكله. لا اصلا البطوله دي كان في حاجه غريبه جدا. ليه ده حصل؟ الخيل مختلف، وانك تنقله فيها تكاليف واسعاره مكلفه جدا. ده اللي احنا كنا سمعناها قبل كده. بالظبط. واصلا البطوله اللي فاتت دي كانت غريبه جدا، احنا مش واحد ولا اتنين بس اللي اخدوا الالمنيشن، لا دول 10 يعني. زياده قوي يعني، اول مره تحصل في بطوله يعني العدد ده ياخد الالمنيشن يعني. واقوى المنافسين في البطوله الاخيره اللي انت شاركتي فيها دي كانوا منين؟ كان في طبعا ايطاليا وليتوانيا. كان في دول من الدول المميزه في الخماسي. وانجلترا. اوكي، والمجر فيه، بس ما كانش فيه يعني، برضو كانوا زي يعني ناس جامدين فيه برضو اخذوا اليمنيشن يعني، اللي هم ابطال عالم كانوا كسبانين قبل كده اخذوا اليمنيشن برضو. اوكي، طب احنا فين من الدول دي في الخماسي الحديث اصلا؟ لا احنا الحمد لله دلوقتي احنا يعني نقدر ان احنا نحقق ميداليات كتير، والحمد لله مستوانا بقى زيهم يعني، مش بعاد عنهم خالص. هايل. طب سلمى خليني اتكلم معاكي شويه بصراحه. الخماسي الحديث مؤخرا انا وكريم بنتابع شخصيا، لو انا هتكلم بنتابع شخصيا الملف بتاعكم، وقد ايه انتوا في تطوير كبير جدا، وكمان في الرانكينجز وفي عدد البطولات اللي بتشاركوا فيها والميداليات. هل ده يطمني مقارنه بطوكيو باريس بقى 2024 ان انتوا هتعملوا انجازات اكبر؟ يعني ما احنا لازم ناخد من ابطالنا كلمه، لان بتيجي بعد كده الاولمبيات وما بنحصلش على المرجو او الميداليات اللي احنا منتظرينها منكم، فخلينا نتكلم عن باريس 2024. طبعا هو ان شاء الله ان شاء الله يعني باريس 2024 هنحقق ميداليات اكتر من طوكيو، بس ده برضو في الاول وفي الاخر ده توفيق من عند ربنا. ممكن مثلا اكون ماشيه البطوله كلها حلوه قوي وماشيه اول بطوله كلها، يجي يحصل حاجه في الفروسيه ما اعرفهاش ينزلني تاني. دي مش بايدينا بقى.
طب انت لازم تعملي بقى ستريس الفتره دي من هنا لغايه الاولمبياد. احنا كيكي على الفروسيه ولا ايه؟ احنا كيكي برضو مجتهدين وبنتمرن على خيل اكتر وبنغير انواع الخيل عشان نعرف كل انواع الخيل. بس ممكن في خيل برضو يجي لك انت ما تعرفوش وهو اصلا مش عايز ينط، مش قابل يعني. وفي فرق كبير بين الخيول اللي في منطقتنا العربيه وبين الخيول اللي موجوده في اوروبا، مش كده برضو؟ يعني مش كتير يعني، بس يعني كخيل كمستوى بقى والحركات بتاعته وكده، احنا بنحاول اللي احنا نعملها هنا في مصر عشان اي خيل بره جامد ما تفاجئش منه، فبنحاول اللي احنا نتمرن. وبالفعل احنا مبتدئين يعني من بعد طوكيو 2020 يعني. حلو، ايه اللي بينقصنا عندنا يا سلمى؟ يعني قولي لنا ايه المشاكل الموجوده او ايه اللي ينقصنا انتوا كابطال علشان نقدر نقول ما عندناش اي عوائق ان هي تمنعنا ان احنا نحقق، غير طبعا عدم التوفيق اللي اتكلمتي عنه، عشان نبقى فاهمين. هو حاليا يعني انا يعني ما فيش حاجه يعني ناقصاني، لان الاتحاد موفر لي الحاجه اللي انا عايزاها، واللجنه الاولمبيه والمؤسسه العسكريه طبعا، والراعي الرسمي ليا البنك سايب. بنك سايب، فدول الحمد لله فدول الحمد لله موفرين لي يعني اللي انا محتاجاه يعني. طب ما بصي، مش اي رياضي او بطل رياضي بيقدر ان هو يحصل على سبونسر، دي بتبقى انت اللي بتفرضي ده بعد كده، ولو طبعا بالارقام بتاعتك بالبطولات فانت محظوظين، فانت كفرد ماديا عشان عندك كمان سبونسر. هل كل الابطال في الخماسي الحديث في مصر بهذا الشكل، الاتحاد هو اللي كفرنج ذم او يعني مغطيهم، وفي نفس الوقت حتى لو ما عندهمش سبونسر ما عندهمش اي مشاكل؟ مش بتكلم بس ماديا، بتكلم يعني في تمام. لا، هو يعني اي حد مش عنده سبونسر يعني بيقدر اللي هو يكافح مع نفسه، وبرده لما هيوصل للهدف اللي هو ممكن حد يجي ياخده كده يعني. لما ينجح النجاح الكافي بالظبط او مثلا يعني. طب انت بتلعبي خماسي حديث، والخماسي يعني بنتكلم على خمس رياضات مختلفه، كل واحده منهم على حده ليها تدريباتها وليها موالها. طبعا. يومك عامل ازاي؟ يعني انت عموما عارفه ازاي توازني ما بين الدراسه وبين التدريبات؟ بتصحي من امتى؟ بتتدربي كم مره في اليوم؟ انا بصحى الساعه 4. اوف. ببتدي تمريني الساعه 6 الا ربع، عشان دلوقتي الخماسي اللي هو النظام الجديد ده اللي كل الالعاب ورا بعضها، مفيش فاصل ما بينهم. فمثلا النهارده مثلا كان عندي جري وفروسيه وفتنس. ده كل ده قبل ما تجن؟ لا والله. اوكي. الاسبوع بقى كله كده يعني، انا بتمرن كل يوم، ده اول حاجه، وكل يوم ببتدي مثلا. والمواعيد ثابته صيف شتاء؟ اوكي. وكل يوم ببتدي الساعه 6 او 6 الا ربع على حسب يعني. وممكن في يوم عندي اربع العاب، اتمرن اربع العاب ورا بعض عادي. مش سهله دي على فكره. هي مش سهله طبعا، محتاجه مجهود يعني. اكيد اهلك، حد في اهل يعني، معلش والدك او والدتك، اكيد حد منهم هو اللي بيعاني معاكي، او كانه هو اللي بيتمرن معاكي. ده لو كانوا بيشوفوها اصلا. هما الاثنين، هما الحمد لله هما مساعدين يعني، وبيراعوا ده كمان. اما ارجع البيت مثلا مش قادره اعمل اي حاجه، هما بيساعدوني. بس فده طبعا. حد بيوصلك بقى ولا انت خلاص بتروحي لوحدك؟ لا، انا مثلا لو عندي تمرين بالليل وهخلص متاخر بابا بيجي ياخدني. أوكي. لكن بقى لو عندي تمرين كل يوم، لان هم بيبقوا في الشغل. يلا بالتوفيق بقى، يلا. لا هم كمان عندهم. انزلي بقى الساعه 4 الصبح. ايوه، عندهم شغل هم كمان يعني. مش وخلاص انت كبرتي 23 سنه. بالظبط، فبروح يعني وارجع لوحدي. بس وانت اصغر كان الوضع اكيد مختلف. وانا اصغر شويه. لازم أكيد. كان أكيد. لازم يكونوا معايا. بس البطل دايما يا كريم بيبقى احنا بنشوفه هو البطل، بس الناس اللي وراه واهله اللي وراه والشخص اللي بيكون داعم. طبعا هو القصه بتاعت النجاح دي حقيقة. جزء من قصه النجاح اللي بتحققها. ايوه صح. انت عموما يعني الوالد والوالده اكيد سعداء بالنجاحات اللي انت بتحققيها على المستوى الرياضي، بس هل يعني حد منهم على الاقل قلقان شويه لا تفوقك الرياضي ده ياخد من تفوقك الدراسي او ياثر على دراستك بالسلب؟ مش عارف يعني، ما حسيتهاش. لا يعني ما قالتلكيش يعني؟ لا. اوكي. هي قالت لي انت عندك هدف دلوقتي اوصلي له، وبعد كده يعني نشوف بقى الدراسه يعني. انا دلوقتي فيكي الثقه الكافيه. بالظبط يعني. انا اجلت الترم ده اساسا يعني.
اوكي اجلته عشان اركز في التمرين اكتر عشان اقدر اوصل للهدف اللي انا عايزاه. انت هتاجلي الترم محدش قال لك حاجه؟ لا لا هم معايا يعني هم في ظهري يعني الحمد لله يعني. هي. طب و 23 سنة يعني المفروض تكوني اتخرجتي؟ مفروض مش مشكلة ما هو عشان سبب كويس يعني. بعد ما تتخرجي يا سلمى انت حابة تعملي ايه؟ يعني في فريم عاملاه لنفسك مثلا لما اوصل 30 هيبقى الرياضة خلاص مش هتبقى المفروض واخدة الحيز قوي هشتغل يعني؟ لسه ما فكرتش في ده قوي برضه لان انا لسه كل اتجاهي دلوقتي للرياضة. الرياضة اوكي. ما اعرفش بقى بعد باريس في تفكير هيتغير ولا لا. ديبيندز على النتائج ممكن بتاعتك مثلا؟ ممكن يعني مش عارفه لسه بس اللي انا حاساه يعني اللي انا هكمل شويه يعني بعد شويه. دول بيبقوا قد ايه؟ لان برضو الخماسي الحديث من الرياضات اللي اكيد ليها سقف في الرياضه. يعني انا حاطه هدف اللي انا هكمل بعد 2024 هكمل ل 28 اوكي ان شاء الله يعني باذن الله. ممكن في النص حاجه تحصل انا ما اعرفهاش يعني بس لحد دلوقتي انا هكمله. اوكي ربنا يوفق يا رب يا رب ان شاء الله. طب ولو حاجه حصلت زي مثلا خليني اسالك السؤال ده بحب اساله تحديدا للبطلات. لو جه قرارين لازم مثلا ترتبطي وتعملي عيله وتشز نورمال وطبيعي ومشروع ولا بجد تكملي في مسيرتك لو انت ان شاء الله خدتي بطوله في باريس وعايزه تكملي بعد كده؟ ايه اللي عند سلمى حاليا اهم؟ إيه اللي انا اكمل لبعد ال 2028 ممكن تقولي له كمل معايا ال 28 بالظبط يعني هتستنى؟ اوكي مش هتستنى خلاص يعني براحتك الاول وشرطه على حسب درجه بس هو كتفكيري يعني. اللي هو انا هكمل لحد 2028 ولو قابلته بقى قريب تقول له خليك معايا بقى ال 28 معايا انت في 29 بقى من اول 29 مع بعض ان شاء الله. لا اصل برضو ارجع واقول لك خلي بالك في حاجات كده بتبقى قدريه يعني مهما كنت مخططه لنفسك بس ما تعرفيش يمكن اكيد في حاجه هتحصل في النص يعني انا ما اعرفهاش يعني. اوكي بس طيب انتوا من هنا بقى لغايه بدايه انطلاق فعاليات الدوره الاولمبيه الجديده ان شاء الله باريس 2024 يعني خطتكم ايه اللي في الاستعداد؟ هل في مثلا معسكرات؟ هل هيبقى في منافسات؟ طبعا احنا لسه ما خلصناش يعني احنا لسه عندنا مثلا عندي اخر الشهر ده بطوله تبع الرانك للرانك الاولمبي اوكي وبعديها على طول بقى في اخر 8 عندي بطوله العالم برده مؤهله اولمبيات 24 وبعديها على طول بيومين بعد ما ارجع من بطوله العالم عندنا الافريقيه. يعني انت دلوقتي تأهلتي بالفعل للمشاركة في باريس 2024 ولا ده متوقف على مشاركاتك في البطولات اللي انت بتتكلمي عليها؟ ايوه لسه ما هو انا هو كانت اول بطولة للتأهيل مباشر كانت البطولة اللي فاتت دي اللي ربنا ما وفقنيش فيها بس ودي كانت اول بطولة. اوكي والبطولة اللي جاية اللي هي بطولة العالم اللي جاية في اخر 8 هتبقى فين يا فندم؟ في انجلترا. في انجلترا اوكي. وقبليها بقى اللي هي اخر الشهر دي في بطولة في هولندا بس ده رانك يعني الرانك الاولمبي. اوكي بس وبعد بقى بطوله العالم في الافريقيه برضه مؤهله سوى الاول بس هي مش بس سفر سكادجول السنه اللي جايه كلها مضغوط قوي يعني الجدول مضغوط بشكل كبير يعني فعلا يعني انتوا كرياضيين ما بيبقاش عندكم وقت للحياه الاجتماعيه ده الحياه الدراسيه ناس كتيرة عندها بتبقى يعني مشكله في ان هي تعمل بالانس بس انتوا كمان الحياه الاجتماعيه اكيد بتاثر بشكل كبير اكيد طبعا لان احنا برضو اللي هو ما مثلا ما فيش سفريات كتير لان نسافر نصيف حوارات صيفي فين ده انت جايه من انجلترا رايحه باريس جايه من باريس رايحه برلين عايزه تصيفي ايه اكتر من كده؟ خليك يا سلمى احنا هنروح ونرجع لك بسرعه هم بيسافروا فعلا هم عايزه ايه اكتر من كده سلمى انا مش فاهم ده احنا مش عارفين نروح الساحل هنا لا 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 كان سافر اللي هو مثلا ما نعملش اي حاجه اللي هو مثلا نقعد بقى كده على البحر ما نعملش اي حاجه بس اكيد برضو كواليس البطولات اللي بتشاركي فيها مثلا بتقولي عندك حاجه في هولندا وعندك حاجه في انجلترا وعندك اكيد طبعا اكيد برضه في كواليس لطيفه بننزل. يعني بننزل اكيد يعني. اكتر سفريه او بطوله بره مصر شاركتي فيها وكانت فعلا كواليسها ممتعه كواليسها ممتعه بعيدا عن المنافسات بقى والنتائج اللي اتحققت انا بتكلم على سفريه حلوه معاكي شله لطيفه من الزميلات خربتوا الدنيا في الرحله دي هو كل السفريات اصلا بنعمل كل حاجه على طول بنعمل بس بعد ما بنخلص البطوله بعد ما بنخلص الحاجه المهمه بتاعتنا بننزل بقى نشوف هنخرج فين ننزل نسهر فين كده يعني غير كده جوه البطوله ما فيش حد بيعمل حاجه
بس. طيب بص يا سلمى، عشان الوقت بيعدي بس حابين نطمن منك اكتر ونركز على باريس ان شاء الله 2024 ان شاء الله. سلمى الى اي مدى مستعده؟ بنسبه كام في الميه تقدر تقول لنا ان سلمى ان شاء الله لو شاركت في باريس هتقدر ان هي تحصل على ميداليه؟ وميداليه ايه؟ خلينا نعرف ناخدها كلمه. ان شاء الله الذهب. هحاسبك عليها بعدين. ان شاء الله الذهب بإذن الله. ان شاء الله الذهب. بنسبه كام في الميه سلمى باذن الله؟ ان شاء الله ان شاء الله بنسبه 90 95. 90 95 ان شاء الله. خلي بالك الكلام ده ربنا يكرم يعني. الكلام ده بيفضل موجود. والله احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وفي الاخر ده بتاع ربنا. بس بيبقى ليها استعدادات خاصه يعني. انتوا طبعا تكونوا ابتديتوا من وقت طوكيو تشتغلوا على باريس، ده اللي احنا دايما بيقولوه لنا يعني رؤساء الاتحادات المختلفه، يقولوا احنا بنشتغل من بعد انتهاء الاولمبياد. دي حقيقه فعلا. فانتوا يعني جاهزين بنسبه كبيره. يعني انا مثلا ربنا ما كرمنيش ان انا اسافر طوكيو، انا ممكن اكون بدات قبليها لباريس بقى. ففرصتك كمان اكبر. بس الحمد لله ان شاء الله. انت كمان يعني بسم الله ما شاء الله في رحلتك مع الخماسي الحديد خدتي جوائز كتير وبطولات كتير وميداليات كتير سواء على الصعيد الفردي او الجماعي. اغلى ميداليه منهم او اغلى كاس منهم كان ايه؟ الميداليه الاولمبيه. دي كانت اكتر ميداليه بجد كنت مبسوطه بيها جدا. اشمعنى؟ هل عشان المنافسه في البطوله دي كانت اكبر لا من غيرها؟ لا كمان هو كان حدث كبير قوي وانا اصلا كنت رايحه البطوله خايفه جدا. كان فين البطوله دي؟ ارجنتين. اوكي. فدي كانت اصلا البطولات اللي انا اتاهلت، اصلا التاهيل بيبقى اصعب من الاولمبياد اصلا. اوكي. بس فالبطولات اللي قبليها اصلا انا بلعب مع الناس اللي هم كانوا متاهلين معايا، انا يعني ما كنتش بقف على البوديوم اساسا. بس فاكيد كنت رايحه خايفه فكنت متوتره جدا بقى. فساعتها بقى الحمد لله ربنا كرمني واللي انا اخد الميداليه الذهب يعني. ما شاء الله. دي اغلى ميداليه عندي يعني. اكيد. سلمى الاصابات في الخماسي الحديث هل بتبقى بيرسنتج او نسبه كبيره ولا هو ممكن على حسب اتجاه التمرين؟ مثلا في مثلا واحد بيكون بيحمل اكتر في لعبه، بس اكيد في اصابات يعني بتحصل. انت ما حصلكيش اصابات الحمد لله؟ لا حصل لي طبعا. الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020 جالي مزق في الضمه، ده اللي ما خلانيش. دي اصابه كبيره وحرمتك من المشاركه. ده اصلا ما خلانيش اكمل البطوله اصلا. ما لحقتش العب غير السباحه بس. اوكي. السلاح ما كملتهوش. ايه اصعب حاجه في الخماسي ايه مفروض غير الخيل؟ يعني الخيل عليها كلام كتير. اعتقد ما فيش يعني، كله زي بعضه يعني. او الناس يعني الرياضي اللي هو عارف اللي هو الالعاب كلها متوازنه مع بعضها. طب انت لما تكوني مثلا حاسه ان انت مميزه حبتين، قويه شويه في تفصيله معينه من الخمسه دول، او مثلا زي مثلا السباحه، هل ما فكرتيش ان انت طب تستغلي قوتك في السباحه في ان انت تركزي على السباحه كرياضه مستقله مش ضمن خماسي حديث؟ ما انا كنت في السباحه، بس الفكره في السباحه مش كبطولات بقى اللي انت تسافر دي صعب جدا، لان المنافسين بره اقوياء جدا مستويات تانية بقى. او عن مصر اساسا. لكن حتى في بطولة السباحه سباحه كويسين. حتى في بطولة السباحة سباحة ما بيقدروش. عشان كده احنا بيطلع لنا كل فترة فين وفين يعني. كانت رانيا علواني طبعا بعدين فريدة عثمان طبعا. كل فترة السباحة لعبة صعبة جدا كمنافسات بره مصر. صعبة جدا يعني. فاللي برضو اللي خلاني اللي انا اتجه للخماسي السفريات، واللي انا بدأت اللي انا اخش العب خمس العاب غير بعضها اساسا. اوكي. وبدأت اللي انا اسافر واكسب، فده اللي خلاني بقى اللي انا خلاص اسيب السباحه خالص وافضل في الخماسي. بس واضح ان انت حابه فكره السفر لوحدها بعيدا عن البطولات، الفكره نفسها طبعا لطيفة. يعني الف واشوف العالم يعني. احلى حته رحتيها فين؟ اصل انت قلتي شويه اسماء حلوه كلها. احنا اكتر اصلا بلد بنسافرها المجر. اوكي. انجلترا حلوه قوي. وايه تاني؟ والمانيا. الارجنتين اخبارها؟ الارجنتين حلوه جدا، بس انا بقى ما لحقتش اللي انا انزل الف يعني. اوكي. بس هي بعد البطوله بس اللي نزلنا واتفسحنا، غير كده كان تمرين وعلى البطوله على طول. أوكي. على كل حال سلمى انت من الناس اللي احنا عندنا ثقه فيهم ان شاء الله في باريس. يا رب. نتمنى التوفيق ليكي بجد والله العظيم. انتوا كل واحد فيكم بيمثل مصر يعني بشكل كبير، وكلنا بصي بقى كم مليون بيبقى بيدعي لكم بيبقى نفسه ان هو تفرحوه، فمسؤوليه كبيره جدا. بالتوفيق وان شاء الله يبقى لينا لقاء بعد باريس، بس تبقي يعني او حتى في باريس نبقى بنصور معاكم، بس تبقي فعلا حققتي اللي نفسك فيه اللي هو الميداليه الذهبيه باذن الله. نورتينا، بنشكرك على وجودك معانا ونشوفك على خير.
على الخير ان شاء الله. طيب خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعديها. اتفضل. الاهلي زي ما احنا عارفين بيستعد للماتش ان شاء الله بكره امام حرس الحدود، وخلينا نبقى متفقين يعني اللي هيقول لك الماتش سهل وغيره، لا الماتش مش سهل، حتى لو هنتكلم عن هبوط يعني حرس الحدود بشكل كبير، لكن برضه بيظل المنافس مختلف مع النادي الاهلي. على كل حال هيكون يوم مهم جدا، وطبعا الاحتفاليه المنتظره وغيره وغيره من التفاصيل. بس خلينا نرحب بكريم فاضل الناقد الرياضي زميلنا العزيز. بونجور، صباح الهنا. بونجور، صباح الفل. صباح الفل عليك، منور الدنيا. صباح الفل يا استاذ. تعالى نبتدي كلامنا بالماتش ده وماتش حرس الحدود، وفعلا فكره ان هو هبط رسميا ده هيخليك هتلاعب فريق انجاز التعبير جريح وبيلعبك وهو خلاص مش باقي على حاجه، يعني هيخسر ايه اكتر من كده؟ ناهيك بقى عن ان دي دايما فرصه كبيره لاي فريق بيلعب النادي الاهلي انه يعرض يعني ما يملك من لعيبه مميزه، كل واحد حتى من باب تسويق النفس يعني. شايف الصعوبه في الماتش ده بتكمن فين في حال رؤيتك لأي صعوبات؟ هو مش فكرة صعوبة، يعني هي هاخد من كلام حضرتك الجزء اللي انت اتكلمت فيه ان حرس الحدود هيعرض نفسه بشكل كويس او اللاعبين هتحاول انها تسوق نفسها بشكل كويس. ودي حقيقة، يعني الحرس بالرغم من هبوطه عنده مجموعة من اللاعبين يعني قدمت مستويات كويسة جدا جدا، على رأسهم طبعا مصطفى زيكو وحامد الجبري واسلام عبد الله، يعني عنده بالإضافة طبعا عنده لاعبين اصحاب خبرات زي احمد شديد القناوي ومحمود بن والي والقاضي، فده يعني هيدي قوه شويه للمباراه، لكن هي محسومه نتيجتها غير مؤثره. الاهلي خلاص البطل، حرس الحدود اوريدي هبط، لكن عايزينها تبقى اجواء احتفاليه بقى بجد. يعني اتمنى ان الجهات الامنيه واتحاد الكره يوافق على طلب النادي الاهلي بحضور الساعه الكامله للاستاد، ده امر مهم جدا. في النقطه دي يعني ده امر مهم جدا عشان خاطر بقى ايه نشوف زي اي دوله في العالم الجمهور بيحتفل بالدرع، الجمهور بيحتفل باللاعبين اللي قدموا مجهود ومستويات كبيره جدا طوال الموسم، فحقهم ان هم يحتفلوا بفريقهم وحق اللاعبين ان هم يحتفلوا باللقب وسط جماهيرهم، ما يبقاش 5000 و6000 بس طبعًا. يعني ده اللي انا بتمناه، انما المباراه على الجانب الفني هتشهد نديه، الفرقتين هيلعبوا بدون قيود، ما عندهمش اللي يخافوا عليه. الحرس يعني الحرس مليون تحيه بالمناسبه على الفير بلاي اللي قدمه امام غزل المحله، لان كانت في بعض الاتهامات طالت محمد مكي انه هيلعب بتخاذل وهيريح المجموعه الاساسيه والكلام اللي حضرتك عارفه واللي حضراتكم سمعتوه بالظبط اللي موجود يعني، ولكن حرس الحدود عمل ماتش عظيم جدا وقدر ان هو يفوز، والفوز ده كانت نتيجته ان للاسف غزل المحله تعرض للهبوط. طيب كريم، خلينا نتكلم شويه بفكره الفنيات او فكر كولر نفسه. ناس تقول لك هو مش لازم ينزل المباراه دي يعني بكامل العدد وان هو يأدي بافضل شكل للاهلي، لان كده كده هو في المقاولين كان ذكي في فكره الروتيشن وادى فرص لبعض اللعيبه اللي هنقول عليهم بدلاء، ولكن كان في اعطاء فرص برده بشكل مهم، وده على فكره مطلوب بالطبع. هل ده ممكن برده يطبق ان شاء الله غدا في حرس الحدود؟ لان انت مش محتاج السكواد الكامل بتاعك ينزل بكامل قوته، انت بتلعب ماتش الفوز فيه برسنتج اعلى بكتير، نسبه اعلى بكتير، فانت مش محتاج تقدم طاقة كبيرة أو مجهود كبير على الأرض، أنت بأنهي سيناريو؟ طيب خلينا نتفق اتفاق كده إن كولر بالفعل قدر إنه يوصل إن منظومة النادي الأهلي ما تتأثرش بغياب أي لاعب. متفقين على ده؟ طبق الأهلي بمن حضر بالحذافير يعني. بالظبط. طيب حتى مباراة المقاولين شفنا لاعب زي رامي ربيعة، لاعب زي أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، كانوا بعاد لفترات كبيرة وبيشاركوا لمدة قليلة وبالطبع معاهم محمد الضوي كريستو. على ارض الواقع لا قدموا، كان كوكا افضل لاعب في المباراه طب از توتال يعني. ده هيحصل تاني، كريم الدبيس قدم مباراه عظيمه جدا في مركز الباك ليفت. كولر هيستمر في اعطاء الفرص لبعض اللاعبين، في نفس الوقت بيحافظ على الشكل العام داخل الملعب، ودي ابرز حاجه هو بيعملها، ان الاهلي فعلا بمن حضر، الاهلي بيطبق طريقه اللعب اللي هي التيكي تاكا المصريه، التمريرات الكتير، الاختراقات من العمق احيانا ومن الطرفين، واستغلال مهارات بعض اللاعبين زي بيرستاو لو بيلعب، محمد كريستو لو بيلعب، الناحيه الثانيه احمد عبد القادر او حسين الشحات او طاهر محمد طاهر، حتى في الهجوم محمد شريف كهربا، احنا ما بقيناش نشوف اي فرق، الاثنين متالقين وبيسجلوا وماشيين بشكل كويس جدا. لو هو ممكن يغير شويه بينزل خالد عبد الفتاح في مركز القلب الدفاع وبيحول محمد فخري لمركز الباك رايت. طيب ما دي حاجه عظيمه جدا ان انت يبقى عندك لعيب جوكر بيلعب في اكتر من مركز زي فخري او زي خالد عبد الفتاح بالتحديد، بما انه عمل الروتيشن ما بينهم داخل الملعب.
فده كله كويس جدا لصالح النادي الاهلي، وبالتالي مش هتحسي بفرق كبير فنيا. في نقطه برضو مهمه اعتقد ان كولر بيفكر فيها، احنا داخلين على عدد كبير جدا من البطولات في الفتره المقبله، وعندك كاس مصر طبيعي انت هتشارك فيه، فلازم يكون اللاعبين يعني بدنيا جاهزين. طيب اللاعب المصري للاسف لما بيغيب لفترات معينه من المشاركه المستوى البدني على الاقل بيقل جدا، فكل الراع ده بشكل كبير قوي، ودي نقطه تحسب له، بجانب ان هو طبعا عاوز يعمل ريكورد وده حقه وحق اصيل لاي مدير فني او اي فريق في العالم، ان هو عاوز يوصل لل 90 نقطه اللي ما فيش حد وصل لها قبل كده. طب بالظبط. طيب دلوقتي يعني لما كولر اكتر من مره شفناه بيغير المراكز بتاعه لعيبه معينه، تمام؟ تعتقد انه بيعمل كده، وانا مش بتكلم على فكره الروتيشن كمبدا، انا بتكلم على التفصيله دي تحديدا، فكره انه يخلي لاعب ليه باع طويل في مركز بعينه فيغير له المركز ده. فكرك هو بيعمل ده على سبيل التجريب، يعني بيجرب اللعيبه ممكن يأدوا ازاي في مراكز تانية غير مراكزهم الاصليه، ولا بيعمل ده على سبيل تدريبهم على التواجد وعلى الفاعليه في مناطق هم مش المعتاد ان هم يكونوا موجودين فيها؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا كان نفسي حد يسالني السؤال ده، يعني حتى وهو حصل يعني ده ليه؟ عشان انت ابن حلال مصطفى جدا، وعشان كريم وكريم يعني في كميه كرم كبيره قوي على الحلقه. لا الحقيقه ان كولر بيعمل حاجه يعني بصفتي يعني الناس بتعتبرني واحد من المحللين يعني في المجال، كولر بيعمل حاجه جميله قوي قوي للاسف ما فيش ناس كتير بتتكلم فيها، اللي هي يا فندم كولر حط احمد نبيل كوكا في مركز 6 وحط ديانج اللي هو اساسا بيلعب 6 في مركز 8. طب ده كان الهدف منه ايه؟ الهدف منه كان السكند بول، السكند بول لان ديانج اقوى من كوكا في الضغط، بيقدر يقطع الكوره في اماكن قريبه من مرمى المنافس او في نص الملعب بتاع المنافس بالتحديد، بالتالي بتكسب بوزيشن كويس قوي، يعني تفصيله صغيره جدا جدا ما سهل جدا ان هو يلعب الطبيعي، الطبيعي ان ديانج يلعب 6 وكوكا يلعب 8 قدامه، لا هو عكس في مركز الاثنين في مباراه المقاولين علشان خاطر يستفيد من دي، يعني حتى ديانج استفاد بدوره من الحكايه دي، لا وايه ومين اللي مرر له الكوره؟ كوكا هو اللي مرر له الكوره وديانج هو اللي سجل، ودي كانت نقطه تحسب لكولر بشكل يعني بصراحه مش عايز انا قلت يعني مع حضراتكم هنا كان وصف كده وزمايلي ساعتها قعدوا يضحكوا عليه، ان انا قلت ان كولر هو تيد لاسو الكره المصريه. هو تيد لاسو وليه ضحكوا يعني الناس؟ عشان يعني قال لك مبالغ في مش مبالغ، عشان ده مسلسل كوميدي وانا بحبه قوي فربطت بين الشخصيتين. لا عايزي على فكره يعني لا ده كولر افضل طبعا، يعني كولر مدرب هو نميس قوي، يعني هو ذكي جدا في الملعب، ذكي جدا. هو زي ما اطلقوا عليه كذا حد من الصحف كانت تقول لك فعلا معلم، يعني هو جاي كولر من المديرين الفنيين اللي قبل ما يجي، يعني في مديرين فنيين بيجوا وبعدين بيبتدي يبان شغلهم يدرسوا الموقف والجماهير، الراجل ده قبل ما يجي دارس النادي الاهلي ودارس جماهير ودارس الصحافه المصريه بتتكلم ازاي وبتكتب ازاي وغيره، هو جاي فاهم كل ده، فده ذكاء يعني استعداد قبل الاستعداد، فلا بجد. طيب هقول لحضراتكم حاجه، راجل رائع، حاجه حصريه انا عملتها في شغلي لما الاهلي فكر انه يتعاقد مع مارسيل كولر، انا تواصلت بشكل شخصي مع تشابو سانت، ده واحد من نجوم منتخب سويسرا في العصر الذهبي يعني. اوكي. اتكلمت معاه بما انهم لعبوا مع بعض فترات طويله جدا، ووصف لي كولر وصف عبقري، قال لي كان مدرب وهو لعيب. يا سلام. يعني هو كان مدرب وهو لعيب. يانكو مهاجم منتخب النمسا قال عنه انه هو افضل واحد اتعامل معاه على الجانب النفسي. ده حقيقي. لان يانكو كان عنده مشاكل انه كان بيلعب في استراليا وكان ما بيقدرش يتواجد عشان خاطر طول المسافه بشكل كبير في المعسكرات. كولر قعد معاه اقنعه انه ينتقل لدوري تاني يكون متواجد في اوروبا بحيث ان هو يكون قريب، يعني هو ما بيشتغلش بس على الجانب الفني. اوكي. بيتعامل مع كل لاعب، واعتقد ان ده بيحصل، يعني انا بعيد عن الفتره الاخيره عن النادي الاهلي. بيحصل لان احنا شايفين له انعكاسات، انت في تطوير ملحوظ في مستوى وحتى في الحاله المزاجيه والنفسيه اللعيبه كتيره. بص يا فندم، في فرق بين اللياقه والرشاقه.
يعني ممكن تكون لياقتك بدل بتقول حكم. الله كريم. والله العظيم صحيح. كريم ده كتير كويس جدا. اللهم صل على النبي. الحاجات دي بتتحسب بقى. لا الاهلي بيلعب برشاقه اكتر منها لياقه، يعني اللاعب بيبقى فري كده تحس انه فراشه في الملعب، دي حقيقه. يعني لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله يعني المستوى البدني مرتفع للغايه، وده يمكن عنصر هام جدا وحاسم في مباريات كتير، يعني على راسها طبعا كانت مباراه الرجاء، مباراه الوداد، حتى مباراه الزمالك. وليها انعكاسات يا كريم زي ما انت قلت في الاول، الانعكاس النفسي والجاهزيه النفسيه والجاهزيه البدنيه والفنيه وغيره. يعني في كان مديرين فنيين، انا لو هتكلم عن النادي الاهلي تحديدا، كانوا بيركزوا على الشق البدني فقط، ولكن او الاداري فقط، لكن انت عندك راجل فعلا الشق النفسي باين جدا، لان كان في لعيبه مستواها منخفض، في لعيبه جات لك من الاصابه، في لعيبه ما فازتش مثلا ببطوله كان الموسم اللي فات فنفسيتها مش افضل شيء، فانت عندك اسباب متعدده اثرت في نفسيات لعيبه مختلفه، لكن انت فكره انك تخلي كله بنفس المستوى الجاهزيه النفسيه والفنيه، هو مش اي حد بيقدر على ده بالمناسبه. دي حقيقه لا تقبل النقاش، بالاضافه الى ان اختيارات النادي الاهلي في الفتره الاخيره من الصفقات سواء الاجانب او المحليين، اللاعبين بتتمتع بشخصيه، الشخصيه دي بتنعكس عليهم، وابرز مثال طبعا مروان عطيه، يعني ما كانش اللي هو يعني هو في الاتحاد كان لعيب عظيم وكبير جدا، بس ما كانش بالنجوميه والزخم اللي هو ايه ده انه بيلمع، لا في النادي الاهلي لمع بشكل سو شايننج براق جدا، قدر ان هو يحجز مكان اساسي، بالرغم ان طبعا يعني احنا حتى الفتره اللي جايه هتشهد قوه كبيره جدا جدا في خط الوسط طبعا، يعني بعد الصفقات وعوده بعض اللاعبين المحتمله، بالاضافه لعوده لاعب انا شايف ان هو من اهم وافضل اللاعبين في مركزه في قاره افريقيا مش في مصر، اكرم توفيق. اكرم يعني ربنا يبعد عنه شر الاصابات، هي قدريه طبعا لا اعتراض في ذلك، ولكن اكرم لعيب كوره من الطراز الرفيع، وبعدين وجوده اضافه قويه جدا في اللعب جدا، بلس ان هو عنده امكانيات مهاريه مش طبيعيه، وعنده قوه وعنده جلد وعنده تحمل، قاطع كرات ودستروير من الطراز الفريد. انا يعني انا بشكل شخصي مقتنع تمام الاقتناع انه لو لعب في مركزه هيكون رقم واحد في افريقيا كلها. هو ما شاء الله عليه الحقيقه، وبرده كلمه حق لازم تتقال في حق محمد هاني كمان. طبعا يعني طبعا محمد يعني عامل شغل رائع. كابتن احمد صالح واحد من نجوم الزمالك طبعا المحترمين جدا، كان بيجمعني بمكالمه تليفونيه وبنتكلم على مركز الباك رايت، قال لي افضل لاعب في مركزه خلال الثلاث سنين الاخيره على الاقل هو محمد هاني، في الوقت اللي كان بيتعرض فيه للانتقاد، وكان بياكد بيقول لي عنده امكانيات الباك رايت كلها، ودي حقيقه لازم اقولها. بالرغم من الانتقاد ليه، احنا عمرنا ما لمحنا اي تاتش مثلا ايه تراخي من محمد هاني، يعني في بعض فاهم قصدي، يعني المفروض ان هو قاطع على الناس سكه النوع ده من التعليقات السلبيه، الراجل عامل اللي عليه وزياده. هي دي حقيقه، ولكن في بعض اللاعبين وارد جدا، يعني اكبر اللاعبين في العالم بيبقى الدي اوف بتاعه، فما بيبقاش احسن حاجه، ولكن انت يعني احنا تعودنا من النادي الاهلي انك ما بتتعاملش بالقطع، يعني مش هتحاسبه على أدائه في مباراة، بتتكلم في مجمل، يعني بطولة، موسم كامل، ده اللي احنا تعودنا منه. بالذات لو احنا عندنا تحفظ في مباراة، بس في المقابل في 100 مباراة تانية مولع فيها الدنيا. وعندك كريستو، عندك كندوسي، يعني وعندك أسماء كتير، وكوكا، يعني أسماء كتير لمعت كمان مؤخرا بصراحة لما خدت فرصة. إن شاء الله يعني في لاعبين آخرين هتاخد فرصة، أنا متأكد إن هم هيقدروا يثبتوا جدارتهم. يعني بنسمع عن زعلوك بيقولوا كلام كويس جدا، انه ماشي بشكل كويس جدا في قطاع الناشئين، لسه عبد الرحمن رشدان برضه في قلب الدفاع، محمد مغربي مقدم موسم جيد جدا مع سموحه، وارد انه يرجع، وارد انه في حاسب برؤيه كولر هل هو محتاجه في مركز قلب الدفاع، في نظريه عالميه بتقول في كره القدم ان لازم يكون في حد من قلب الدفاع بيلعب برجله الشمال، يعني مؤخرا خلاص ظهرت مع بيب جوارديولا طبعا ونظرياته وفلسفته الكرويه، ما كانش موجود كتير في الكره المصريه، ولكن لو حتى رجعت بالتاريخ هتلاقي برضو الموضوع ده موجود من ايام كابتن محمد يوسف في التسعينات لما كان بيلعب قلب دفاع وهو بيلعب بالقدم اليسرى يعني. اوكي. طب فكره ان في زمن قياسي لم يتعدى ال 10 11 شهر النادي الاهلي خد 5 بطولات كبيره وتقيله، لا وجميل بقى شهر 4 بطوله، شهر 5 بطوله، شهر 6 بطوله، شهر 7 بطوله، يعني الاستدامه دي في الحصول على البطولات في زمن نقدر نقول عليه زمن قياسي مع كولر، الحكايه دي او الواقع ده بيقول ايه؟ بيقول ان كولر حد مميز قوي، ولا بيقول ان لعيبه النادي الاهلي والسكواد جاهز دايما ويقدر يدي مفعول او يعمل مردود محترم
في حال وجود حد كويس في الإدارة الفنية؟ يعني إيه اللي تستشفه من الواقع ده؟ طيب على ذكر الجمل والحكم اللي أنا بقولها بقى، يعني بتقول إن الإدارة الحقيقية والإدارة الصحيحة تساوي بطولات. النادي الأهلي منظومة ناجحة جدا إداريا، بالتالي هو المكتسح البطولات كلها، في استقرار إداري، في تحديد أدوار، كل واحد عارف دوره إيه. يعني يكفي إن رئيس النادي الأهلي الأسطورة محمود الخطيب، أو كابتن محمود الخطيب سوري، موجود في البعثة مع النادي الأهلي في كازابلانكا، ورئيس البعثة هو كابتن حسام غالي. طب هو اللي واقف على المنصة بمنتهى الاحترام والشياكة. ده بتقول حاجات كتير قوي، بتبقى تفاصيل صغيرة جدا جدا جدا، ولكن فحواها قوية جدا جدا جدا. الإدارة السليمة دي انعكست على الجهاز الفني، في استقرار. الجهاز الفني زي ما بيقولوا كده مشجعي الفرق المنافسة للنادي الأهلي، موفر لبن العصفور. وهي الحقيقة مش كده، يعني انت لو بصيت ان في فرق عندها لاعبين ممكن تكون افضل من لاعبي النادي الأهلي في مركزها، ولكن الأهلي كمنظومة جماعية افضل من اي فريق اخر، وده اللي بيفرق النادي الأهلي عن باقي الفرق. النادي الأهلي النجم هو الفريق، مش النجم هو اللعيب. حتى لو انت جيت يعني اي كده وفكر، هو مين كان افضل لاعب في الأهلي الموسم ده؟ هتلاقي خمس ست سبع اسماء فعلا، في كذا حد. انما سهل جدا تقول في اي فريق اخر، سهل جدا. يعني احنا قلنا حرس الحدود، هتلاقي مصطفى زيكو، الداخليه سمير فكري، انا بكلمك على الفرق اللي هي في المستوى يعني اقل من النادي الاهلي. ولكن في النادي الاهلي ممكن تقول محمد شناوي، تقدر تقول محمد عبد المنعم، تقدر تقول اليو ديانج، تقدر تقول مروان عطيه اللي جه في يناير، تقدر تقول كهربا، تقدر تقول حسين الشحات، تقدر تقول كل الاسامي. على فكره بدليل ان في اخر شويه ماتشات كده، كل يعني كل ماتش منهم بيبقى رجل المباراه لاعب مختلف. يعني حتى محمد مجدي قفشه مباراه الاهلي والزمالك قدم مباراه رائعه، يعني كان احسن حد بيتحرك في المساحات واسيستاته وكره في القائم عالميه. بس ان هو تتخيل ان محمد مجدي قفشه هو اكتر لاعب قطع كرات في مباراه الاهلي والزمالك، يعني قدم الواجب الدفاعي بتاعه 100% بدون غلطه، وده كان مهم جدا للاعب وسط بيلعب، بما ان النادي الاهلي بيلعب 4-3-3، ما كانش بيلعب 4-2-3-1. فده يعني دي حاجه تحسب لقفشه وتحسب للنادي الاهلي وتحسب لكوره. فتعالى بقى قيس على ده محمد هاني، حتى محمد هاني واحد من نجوم الموسم، علي معلول من نجوم الموسم. فصعب جدا انك تحدد لاعب واحد وتقول ان هو ده صحيح. افضل لاعب في النادي الاهلي، لا، الاهلي كله هو الافضل. هو كولر والله كمان، يعني من وكولر والطبيب النفسي والمعدين وتشيل يانكون، كلهم بدون. احنا بص يعني اعتقد الكلام احنا بنقوله ده الناس كلها متفق عليه فعلا، لان هو واضح زي الشمس الكل. احنا لسه معانا ملفات كتير، هنروح بس فاصل سريع جدا مع حضراتكم وهنرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وعايزين نرجع نكمل كلامنا شويه برضو عن كولر، واحنا عارفين ان انت يعني تكاد تكون دارس الشخص ده وعندك كتير من تفاصيل خلفيته، تحب تقول لنا ايه منها؟ لا، هو مش فكره دارس بس، يعني انا كان بالنسبه لي تجربه جديده جدا ان النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني من سويسرا، مدرسه جديده على النادي الاهلي. والاهلي دايما عودنا برضو ان هو مش بيجيب اي حد. فحاولت ان انا اتتبع الموضوع كده بحكم شغلي كصحفي يعني، وتواصلت مع اكتر من حد في سويسرا ولاعبين في النمسا وزملاء سابقين له، وقدرت اكون شخصيه عن مارسيل كولر. النشأة بتاعته الفقيرة أثرت فيه بشكل إيجابي، يعني في ناس حضرتك عارف إن ممكن الفقر يوديهم في سكة تانية، لكن هو نشأ في حي فقير جدا وفي أسرة فقيرة ومارس كرة القدم من سن صغيرة. تحس إن سويسرا ما فيهاش مساحة لوجود فقراء. ما دي كانت أصلاً غريبة جدا، يعني كانت الفكرة نفسها غريبة، حد سويسري فقير كده برضه، يعني ما ورثلوش نص بنك ولا حاجة، البلد كلها غنية وأنت اللي طلعت فقيرة. لا، هي دي ممكن يكون فقير بمقاييس سويسرا، يعني مليونير هنا حاجة كده. الموضوع علمه الجلد والتحمل، و في كرة القدم كده المدربين المميزين بتلاقيهم مثلا بيبقوا اغلبهم مدافعين، لعيبة وسط، مدافع، حراس مرمى، اللي هم اللاعبين اللي بتهتم بالجزء التكتيكي اكتر. اشتغل مدرب مساعد وهو لاعب، دي فرقت معاه كتير جدا. خد تجارب مش كبيرة
في فرق في المانيا زي بوخم. تدريب لا هو على المستوى الاحترافي ما لعبش بره سويسرا يعني. و في يعني اتذكر ان كان جروس المدير الفني السويسري المعروف كان بيتكلم مع الاداره ان وهو كولر لسه لاعب انه يجدد في سنه من السنوات عشان خاطر يستفيد منه داخل غرف الملابس وداخل الملعب لانه بينقل التعليمات لزملائه بمنتهى الاحترافيه. فكانت فرقه كتير جدا لو انت مدير فني وعندك لعيب ذكي قوي كده. ده كده واضح ان التعامل النفسي عنده حاضر بقوه حتى من وهو لاعب جدا. انت تعرف ان هو اللي غير مركز ديفيد ألابا مع منتخب سويسرا من 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 ظهير ايسر الى لاعب وسط. وكان ألابا يعني مش متوهج ده بوم يعني منفجر مع منتخب النمسا وقدر ان هو يكون واحد من الهدافين. دي حاجه تحسب له ان هو يبقى عنده فيجن عنده رؤية. ازاي ان انا احول لاعب من مركز بعيد جدا عن خصائص صناعه اللعب وكلاعب وسط يعني العبه في المركز ده. بالاضافه ان هو اكتشف اكتر من لاعب يعني هو دايما عنده رؤيه دايما باصص لقدام دايما عنده طموح وده احنا شايفينه في الفتره الحاليه يعني كله يقول لك طب ما يريح كذا طب ما يعمل كذا. لا انا بلعب علشان اكسب. حتى الفيديوهات اللي اتعملت في بطوله افريقيا بعد المباراه الاولى امام الوداد لو تتذكر كان خلاص ايه يعني المباراه احنا كسبنا 2-1 هنسجل هناك كان متاكد من اللي بيقوله ان احنا هنسجل هناك وقد كان. يعني الاجيال القديمه شويه هتتذكر فايتسا المدير الفني الالماني. فايتسا كان مدير فني رائع كان محقق بطولة العالم مع منتخب ألمانيا تحت 20 سنة وده إنجاز طبعا كبير ويذكر في الوقت ده. فايتسا جه مصر عمل طفرة عمل ثورة في كرة القدم يعني غير طريقة اللعب بشكل كبير جدا ورجع لمركز الليبرو رجع للثلاثة ورا اللي أخذها كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه واستفاد منها في تصفيات كاس العالم 90 ولعب بيها لفترات طويلة جدا 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 لو حضرتك تتذكر كان في الوقت ده كل الفرق المصريه والمنتخبات بتلعب باثنين قلبين دفاع او باربعه في خط الظهر. هو جه قال لك لا انا هلعب. الناس بتعتقد يا استاذ كريم ان ثلاثه ورا دي بطريقه دفاعيه. لا بالعكس ده انا بحرر الظهرين بتوعي بخليهم يطيروا ينطلقوا للامام ويشاركوا في الهجوم بالظبط. وهو اللي رجع الطريقه دي كل فرق مصر والمنتخبات المصريه رجعت لنفس الطريقه علشان خاطر مدير فني الماني اسمه فايتسا اشتغل عليها. لما كولر جه مصر 4-3-3 اكم من مدرب حاول انه يشتغل عليها في مصر سواء مع الاهلي او فرق اخرى وما نجحتش لان كله كان في الوقت ده بيدور على رقم 10 في مين اللي هيصنع اللعب. لا كولر جاي بعقليه اوروبيه صرف عقليه اوروبيه بتقول ان اي لاعب في ثلاثي الوسط يقدر يكون صانع لعب. لا مش بس كده ده يقدر يكون صانع اللعب بتاعي هو الجناح وده عمله مع بيرستاو عمله مع حسين الشحات. مش فكرة ان هم بس بيسجلوا لا ده هيصنعوا. عملوا مع محمد هاني ومع محمد عبد المنعم وعملوا مع ياسر ابراهيم اللاعب اللي كان بينتقد ان هو كورته مش احسن حاجة ومش عالية شفناه بيعمل اسيست عظيم قدام الزمالك لمحمد هاني ومحمد هاني شاطر. طيب يعني هل كل المعطيات والمؤشرات دي ما تقولش ان مارسيل كولر ده مدير فني كلاس ايه؟ ده ممكن تقارنه بمانويل خوسيه وربما لو كمان استمر المانويل على هذا الشكل ممكن يكون افضل. يعني هو كمان في نقطه تحسب له على مانويل جوزي اللي هي مانويل جوزي كان معاه لعيبه يعني كواليتي حاجه تانية نادر الوجود. هو كولر طلع افضل ما لدى لاعبيه يعني زي ما قلنا محمد هاني زي ما قلنا ياسر ابراهيم زي ما قلنا حمدي فتحي من كان يتخيل ان حمدي فتحي يبقى هو الجوكر بتاعه الهجومي مش الدفاعي. يعني حمدي الداشنج التاكلينج القوي جدا الراجل اللي بيقطع وبيتزحلق وبيعمل مجهود بدني كبير جدا عشان يدافع هو اللي كان بيهاجم وبيصنع وبيسجل يعني طبعا. بس هو يعني في الماتشات بنشوف اداء جماعي وعلى فترات بنشوف ايه حركه لطيفه لفته حلوه من واحد من اللاعبين اللي هم الموهوبين. احنا عندنا اكتر من لاعب عندهم التركايه بتاعت عارف شغل اللعب الحواري بتاع زمان. قفشه يجيد النوع ده من اللعب جدا. عبد القادر يجيد اللعب ده جدا ومع هذا مش بنشوف الا لمحات كتير.
ليه في رأيك؟ علشان خاطر اللعيبه دي عارفه ان انها بتلعب وفق منظومه، المنظومه بتقول ان نسبه الخطا لازم تقل جدا جدا ان لم يكن تنعدم، يعني لو الخطا انعدم. هي الاهداف بتسجل ازاي يا استاذ كريم؟ الاهداف بتسجل رقم واحد اخطاء منك، يعني قلب الدفاع بتاعك الوسط الحارس يخطئ بالتالي يتم تسجيل فيك، او مهاره اوفر من المنافس، او جمل تكتيكيه بيتم تحفيظها والتدريب عليها. طيب لو انا كلاعب حاولت ان انا ازودها النتيجه هتكون عكسيه وسلبيه، صح ولا لا؟ بالمنطق اللي انت بتتكلم بيه ماشي بالظبط. يعني ممكن برضه حرفنه اللعيبه المفروض تخدم على الفريق، ما هو بيستغلها، واحنا طول عمرنا متعودين ده، يعني في الاهلي متعودين ان الجانب المهاري موجود ولكن بيتم توظيفه للصالح العام او للجماعيه. ايه المانع انها تمشي؟ يعني مثلا زي حسين الشحات، حسين الشحات من اللعيبه اللي تقدر تعمل ده كويس جدا في ثانيه، بيكلفت المدافع وبيرقصه وبجون، بيرستاو بيعمل ده، كهربا وشريف حتى، يعني شريف في الهدف اللي سجله في مرمى المقاولين ده في شغل جميل جدا، انه ازاي ياخد بوزيشن وازاي يعمل الجامب على الكوره، وخصوصا معروف ان شريف مش مميز قوي في العاب الهواء، مش هادر يعني. ما هي دي مهاره، ما هي دي مهاره. طب مش المهاره بس ان انا اعدي واحد على واحد، لا، قصدك في مهارات جديده بيتم اكتسابها واكتسبها اللعيبه وظهرت بشكل كبير بالظبط، يعني بالظبط. برضو تاكيدا على كلام استاذ كريم، هي المهارات دي بتظهر، بس احنا بيهمنا في يعني او الاهلي يعني بيهمه النتيجه، بيهمه الفاينل ايه. يعني في ممكن تقعد تعمل عبد القادر يعمل عنده استعداد يرقص 3-4 لاعبين، بس انا كمشجع او الحاجات دي برضو بتاخد اهات البعض من الجمهور، والبعض الاخر بيقول لك بقى كفايه بقى. ها يعني هي مشكلتنا اصلا لو انت فاكر احنا كنا بنتكلم بقى لنا فتره في الفينال الفاينل تاتش بتاعنا، كان عندنا فياز وانت كنت بتلعب كويس جدا وبعد كده الفرصه بتروح، بدليل ان لسه الجمهور برضو يعني بيقول احنا عايزين مهاجم قوي جدا تارجت، بس عشان الصوت قل، يعني الطلب ده قل شويه في الفتره دي. الفوز دايما بيسكت اي صوت. والاداء الفوز والاداء يا كريم برضو اللي ما فيهوش تقصير الى حد، لا بالظبط، ما فيش حد، يعني انت تشتغل على اثنين روس حربة شريف وكهربا، اثنين بيعد واحد في فترة قليلة جدا يعتبر من اكثر اللاعبين لتسجيل الاهداف مع مارسيل كولر، محمد شريف هداف النادي الاهلي فعليا في الدوري ب 11 هدف، وكان يقدر يعني لو الاهلي مثلا كان، بس شوف النظام بقى دي كويس ان احنا اتكلمنا في النقطة دي، كان سهل جدا ان شريف يطالب ان هو اللي يشوط الكورة بركلة الجزاء ويرفع رصيده ال 12 عشان ينافس على لقب الهداف الدوري، لا كولر محدد مين هيشوط، طاهر محمد طاهر، وده طبيعي طبعا، خلاص محمود كهربا مسك الكوره قال له طاهر مش دوره، يعني هو في ترتيب معين بالظبط، ده دي شخصيه وده نظام. السويسريين معروفين ان هم يعني صعبين شويه في التعامل، لكن كولر ما تحسش انه سويسري خالص، لا راجل لطيف جدا، مبتسم، ذكي جدا، حتى يعني نرجع برضو لفكره الميموريز بتاعته، لما تاهل ليورو 2016 مع منتخب النمسا دخل اكتر من مره جايب عيش فرنساوي بياكله على الهوا في المؤتمر الصحفي، لابس برنيطه لطيف خالص وفريندلي قوي مع وذكي جدا، ذكي جدا 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 في التعامل مع الصحافه ومع في المؤتمرات الصحفيه، يعني دي برضو من النقاط الجميله لو تتذكروا المؤتمر الصحفي الشهير بتاع مباراه الوداد وقدرته الرائعه على الرد على الصحفيين المغاربه، زائد انه اختياراته حتى لمين يحضر معاه المؤتمرات الصحفيه بتبقى ذكيه جدا، يعني لو انا عايز اشيل الضغوط من على احد اللاعبين عندي بروح جايب لاعب ثاني، مش شرط يكون قائد، وعملها مع محمد فخري وعملها مع اكتر من لاعب، دي يعني حاجات نقاط كده هنستدل بيها كلها ان احنا عندنا مدير فني رائع في مصر اسمه مارسيل كولر، لازم مدربين وانديه مصر تتعلم منه الحقيقه، يعني هو كمان وجوده بالخصائص الشخصيه بتاعته وخلفيته الاحترافيه يعني في حتته الحقيقه زود من ثقل النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي طول عمره، بس يعني قصدي اقول لك في اوقات معينه بتحس ان الواقع ده متحقق قوي لما تقول عليه فريق تقيل. حلو قوي. هي فعلا الاهلي فعلا دلوقتي فريق تقيل، فريق تقيل فنيا وفريق تقيل يعني داخل الملعب، يعني اوسيريو مدير فني نادي الزمالك قال لك النادي الاهلي اقوى فريق في مصر، يعني يعني دي شهاده من المنافس، انت عاوز ايه اكتر من كده؟ انا عجبني التصريح ده جدا على فكره، لا اصل يعني مش هيجامل، اصل دي حقيقه، اي حد بيقول كده وما تعودناش على التصريحات دي تحديدا من مديرين فنيين في الزمالك بالظبط، يعني لان كان في بعض المديرين الفنيين وحتى بعض الاعلاميين يقول لك احنا الاهلي تعادل
مع الزمالك الشوط الثاني 1-1 وحاجات حاجات عجيبه كده بتطلع. وماله الكلام سهل يعني مش مشكله. احنا وقتنا خلص يا دوب، نلحق نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في حلقتنا. انا اللي بشكركم على انكم بتتيح الفرصه ان يكون القعده كده لطيفه وفريندلي قوي مع في برنامج رياضي، دي حاجه من قلما نراها يعني. ربنا يخليك. نورتنا يا كريم، ونشكر حضراتكم اكيد انا وكريم برضو على متابعتنا. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه نهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.